نحن هذا اليوم للاحتفال بإطلاق واحدة من مبادرات تحول مؤسسة البريد السعودي للاستفادة من إحدى مكامن القوى الرئيسة والبناء على عامل النجاح الثالث الذي ارتكزت عليه رؤية الوطن 2030، ألا وهو موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، حيث نحتفل بتوقيع عقود 6 مواقع في المطارات الرئيسة الثلاث لتشييد منظومة متكاملة ومتطورة من مراكز المناولة والفرز والتوزيع لمعالجة المواد البريدية المختلفة الواردة والصادرة بآليات الاقتصاد الرقمي الذي زلزل عرش الاقتصاد التقليدي وأسس لمستقبل مختلف بمتغيرات متسارعة يمتاز بتوجه لافت ومرتفع في حجم التجارة وتوجهات واحتياجات العملاء من الصناعة البريدية واللوجستية.